وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد خالد القعود رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية. سيد القعود، هل لك بداية أن توضح لنا أهمية هذه الورشة وكذلك المحاور التي تناولتها؟ طبعا اليوم تشرفنا بالحضور في مبادرة النيابة العامة الاجتماعية تحت مسمى رعاية لتوفر العروبات والتدابير البديلة للأطفال المتناهلة تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البارين، وسلطت الضوء على كيفية إبراز التكامل مع جهود المؤسسات الحكومية والقطاع النفع العام أو الجمعيات في مملكة البحرين وذوي الصلة في المواضيع اللي ذكرت. طبعا المبادرة هذه حسب ما تم التطرق لها نابعة من قانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء التعامل. والحلو في الموضوع أن ركزنا في المبادرة من تأسيسها كما طرح لنا اليوم من اجتماعات لجنة تكافؤ الفرص للنيابة العامة وإجراءات الدراسة اللي احنا نحتدي بالطريقة اللي تمت فيها الفكرة، لأن الدراسة يعني تمت على أكثر من 400 حالة من فئة الأطفال والمرأة والأسرة في قضايا وزارة الصلاة. وركزت المبادرة على الطفل والمرأة والأسرة واللي هم أساس ودعامة المجتمع في مملكتنا، يبين حرص القيادة والإدارات الحكومية على بناء الأسرة المتكاملة في مملكتنا الحبيبة. وآلية عمل المبادرة تميزت بطرح اليوم كيفية رصد الحالات من قبل نيابة الأسرة والطفل المتابعة مع الجهات اللي تعطي التوصيات والاختصاص، وكيفية العمل مع إدراج المجتمع الخاصة يعني ذوي النفع العام جمعيات ذات النفع العام في التي تكون مبادرة، وكيفية يعني حتى المحاور اللي هم حطوها اليوم محاور تشمل جميع ذوي الاختصاصات في المجتمع المدني، سواء كانت مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان اللي ممكن تقدم المحاضرات للطفل للمرأة والأسرة وغيرها من ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل كذلك اللي ممكن تقدم الجلسات الإرشادية للأطفال والتأهيل والأمور اللي ممكن توجههم إلى الطريق الصحيح. والأهداف كانت كثيرة، أهداف نبيلة وتميزت في هذه المبادرة اللي التعاون ما بين الجهات المعنية مع القطاع النفع العام والقطاع الحكومي، وممكن حتى مستقبلا يكون القطاع اللي هو القطاع الخاص. المعنى والقطاعات المعنية برعاية وحماية الطفل والمرأة والأسرة المساهمة كذلك في إزالة الأسباب الاجتماعية والمادية والشخصية التي تؤول إلى مثل هذه خلينا نقول الجريمة اللي ممكن الطفل يتعرض لها. نعم. وكذلك دورهم في هذه المبادرة في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في رعاية الطفل والمرأة والأسرة، اللي يبين أن هذه المبادرة هي مبادرة يعني متميزة في طرحها راح تتميز في مضمونها. والسبب انه اليوم اللي خلانا كثير سعيدين. نعم، وصلت الرسالة. إذا السيد خالد القعود رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.